هذه قناة شوف تي في على المباشر، احترام سيارة بالكامل من نوع كات كات. فالصورة مؤلمة للأسف، نتمنى فقط أن سائق السيارة والركاب اللي كانوا على متن السيارة أن يكونوا بصحة جيدة. السيارات ديال الوقاية المدنية ديال الإسعاف هما هادو، ف فهذه السيارة كيف قلت من نوع كات كات، هنا بسيدي معروف بالقرب من المرجان سيدي معروف. إذا السيارة ربما من نوع جيب، حتى حاجة فيها ما بقات، شنو السبب؟ الله أعلم. صاحب السيارة اللي غيكون عارف، وكذلك حتى الشرطة العلمية والتقنية حتى حاجة ما بقات. الموتور داب، الرويد مشاو، الناس اللي كيسألوا شنو واقع، السيارة تحرقات وصافي. شنو الأسباب؟ حتى واحد ما غيكون عارف شنو هي الأسباب. وكذلك حتى في شي مدينة ربما في وجدة بسبب الحرارة المفرطة اللي كانت هذا الأسبوع، فواحد السيارة بدون سبب احترقت. المهم رجال الأمن، الطريق كانت مقطوعة الآن من بعد إخماد الحريق ديالها، فرجعت الأمور لنصابها. فكان هناك فقط راكب واحد، إذا الأمور ديالو بخير ولا خير، ما وقع لي حتى شي حاجة. هادشي راه خطير ملي كتكون داخل السيارة، فبعض المرات الأبواب ما كيبغيوش يتفسحوا، كتولي في واحد المشكل آخر. فالمهم نيت الفولون ما بقاتش، فرجال الأمن حاضرين هنا في عين المكان لحظة الاحتراق، كذلك الوقاية المدنية وسيارة الإسعاف كذلك كانوا حاضرين في عين المكان. تم إخماد الحريق، السائق ديال السيارة فالحمد لله ما وقع لي والو على سلامته، لأن هادشي كان يقدر نقولوا كنتكلموا في موضوع آخر، خاصو يحمد الله ويشكرو ملي جات غير في الحديد، ماشي مشكل. الأهم هو السلامة الجسدية ديال السائق، لأن كيف قلت لكم بعض المرات الأبواب ملي كتكون سيارة أوتوماتيك، فالأبواب بعض المرات ما كتبغيش تفتح، وتما كتولي في مشكل، لأن السيارة كتحترق وأنت داخل السيارة، فهنا غادي يوليو في مشكل آخر. فالحمد لله على سلامته، ولو أن السيارة حتى حاجة ما بقات فيها، لا رويد لا كراسة لا حتى شي حاجة. هذه ربما روج روفر والله أعلم، ربما وكذلك اني مزيان قريت واحد الكومونتير مزيان باش غادي نتكلموا عليه، اسمحوا لي. سعيد قال لك البريكه والقرعه الريحه اللي كتسبب في الحريق، صحيح ملي كتكون الحراره مفرطه فمن الاحسن اننا نتخلصوا من مثلا البريكه، ما نخليوهاش في الطوموبيل، الريحه نحيدوها، لان هادو كاملين مواد قابله للاشتعال، بالاخص يعني في الوقت اللي كتكون فيه الحراره مفرطه. وراه غير في هذا الاسبوع يعني واحد السياره تحرقت في مدينه وجده بسبب الحراره المفرطه، قدر الله ما شاء فعل على سلامته، ولو ان السياره مشات كامله ف
رونج. جيب جيب. إذا من نوع جيب ماشي رونج روفر، من نوع جيب. إذا مزيان مزيان شوف يعني بسبب هذه الواقعة الأليمة فمزيان أننا نتكلموا على الحريق، لأن كاين الناس ما على بالهمش القراية ديال الريحة غير مليوحين عنده في الطوموبيل، البريكات غير مليوحين، فهذا الشيء كامل في الوقت ديال الحرارة ما خاصكش تخليهم، لأن في أي لحظة ينفجروا، في أي لحظة تولي في كارثة. فاللهم وبالأخص السيدات اللي كيستعملوا لي بارفان بزاف، هذه من عندهم في الساك وفي الطوموبيل وفي الدار، المهم حاولوا انكم هادشي ما تخلوش في السيارات ديالكم لانه قابل للاشتعال. اذا غادي نوصلوا لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. السائق ما علينا الا نقولوا ليه على سلامتك، ربي يعطاك عمر جديد، لانه ملي ما حصلتيش داخل السياره وهي كتحترق فالحمد لله، احمد الله وشكره، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.